الاحتجاجات الشعبية اللي موجودة في عدد كبير من العواصم الأوروبية وأيضا في أمريكا وعدد من عواصم من العالم. الاحتجاجات الشعبية الحقيقة كانت ضد الاحتلال الإسرائيلي وضد كذب كل الإعلام الإسرائيلي اللي كان بيحاول يقدم صورة غير موجودة، والاحتجاجات الشعبية كانت لدعم قطاع غزة وأهلينا ودعم فلسطين وأيضا دعم الإنسانية التي باتت غير موجودة في قطاع غزة. هناك رفض شعبي كبير أيضا إنجليزي لموقف الحكومة البريطانية، وبنتابع كل يوم والموقف على العدوان الإسرائيلي على غزة. خلينا نروح نقترب أكثر من الشأن الإنجليزي ونروح للندن مع الكاتب الصحفي عادل درويش ونقول له مساء الخير زميلنا العزيز عادل درويش. أنا شافي مساء الخير، ازيك؟ مساء الخير. خليني أعرف، يعني يمكن تابعنا معاكم الكثير من الاحتجاجات والمظاهرات اللي موجودة في قلب العاصمة الإنجليزية لندن، والحقيقة المشهد كان مهيب، يعني هو عكس ما نراه سواء في الصحافة البريطانية أو أيضا نراه في الحكومة البريطانية. كلمنا على هذه الاحتجاجات الشعبية وهل لها تأثير على الحكومة البريطانية؟ هو تركيبة المظاهرات دي معقدة شوية. هو في مظاهرات رسمية وغير رسمية. طبعا حضرتك عارفة ان اي مظاهرة رسمية لازم تاخد تصريح الاول طبعا من البلدية المحلية، من البوليس في البلد، من الاسعاف، يعني عشان يبقى فيها ترتيب عشان ما تبقاش فوضى. في مظاهرات عفوية. تركيبة المظاهرات دي بتبقى مجموعة من ناس هم محترفين المظاهرين، هم من اليسار البريطاني، ناس من أبناء المهاجرين مسلمين، وفي مجموعة ثابتة بقالها أكثر من 40 سنة هنا اللي هم حملة التضامن مع فلسطين، ده بصرف النظر عن أي وضع، لهم وضع معين وهم أكثر على اليسار مع حزب العمال. بالنسبة لموقف الحكومة، أنت عارفة الدبلوماسية البريطانية، موقف الحكومة لما بيعمل علن بيأيد إسرائيل ده بيدي الدبلوماسية البريطانية فرصة وراء الأبواب المغلقة أنها بتمارس الضغوط على الحكومة، يعني علنا نحن بنأيدوكم لكن طبعا وراء الأبواب المغلقة في دبلوماسية ضغط على اسرائيل، بعكس الدبلوماسيه الامريكيه مثلا اللي هي دبلوماسيه عاليه بالصوت. ده الوضع في بريطانيا بالنسبه للمظاهرات. طيب، يعني انا عايزه اعرف، يعني هذا المشهد، يعني واحنا بنتكلم معاك بنشوف مشاهد كثيره من المظاهرات زي ما قلت، وان كانت مظاهرات رسميه او مظاهرات معموله من قبل جاليات عربيه او حتى جاليات ايضا، يعني احنا بنشوف برضو يعني في تاثير ايضا من جاليات غير عربيه موجوده في الشارع البريطاني. لكن هنا انا عايزه برضو اسالك، هل التأثير ده واضح؟ يعني ماذا يقول الإعلام الإنجليزي؟ ماذا تقول الصحف الإنجليزية أمام كل هذه الاحتجاجات الشعبية الموجودة في الشارع البريطاني؟ لا، أو بالنسبة يعني الجزء الشق الأول من السؤال، ما فيش أي يعني يسموهم جالية نظام، يعني فيش مثلا جمعية الأردنية أو مثلا جمعية الجالية المصرية، لا ما فيش تنظيم من ده. هو اللي بينظم ظهر بشكل منظم هو حملة التضامن مع الشعب الفلسطيني او اطباء بلا حدود او جمعيات خيريه من ده، يعني مفيش من ده. لكن بالنسبه للصحافه، انت عارفه حضرتك طبعا ان كل جورنان او كل صحيفه بتميل الى اتجاه معين من القراء بتاعها او من المشاهدين بتاعها، والتغطية بشكل عام يعني هي متوازنة. تغطية اللي بيحصل في البرلمان حاجة، غير تغطية المظاهرات حاجة، ودي منقسمة. بس في حاجة مهمة جدا بالنسبة نوضحها للمتفرج المصري، ان المظاهرة بتاعت يوم السبت اللي هي المفروض محلنا بعد بكرة دي على مشكلة كبيرة جدا. ايه مشكلة؟ لان يوم السبت يوم السبت ده اللي هو 11 نوفمبر ده اللي هو يوم الشهداء اللي هو الارمستيسي عند السنة توف، انت فاكره حضرتك طبعا، اللي هو النصب التذكاري بتاع الشهداء بتاع جندي المجهول اللي موجود في وايت هول قدام داونينج ستريت، ما بين داونينج ستريت طبعا، يعني في قلب يعني امام الحكومه
أمام الحكومة. ده بقى بشكل تقليدي في الثمانين سنة الأخيرة كده، أنت عارفة دايما بيبقى في مظاهرات قدام نجم سيري قدام أو طبعا قدام وزارة قدام البرلمان طبعا، مظاهرات مش عارف البوذيين، مظاهرات المطالبة بحقوق النساء، مظاهرات الويجر المسلمين في فلسطين، دايما في مظاهرات. في اليوم ده بالذات ما حدش بيعمل مظاهرات لأن ده يوم بتجتمع فيه الأمة والملك بيحط تحليل زهور والكلام ده كله. فالناس هم البوليس طلب منهم بشكل مهذب انه ما يعملوش مظاهرات، نفسه طلب بشكل مهذب ان هم ياجلوا المظاهره اللي بتجي. انت عارفين هنا الحكومه ما عندهاش اي قدره قانونيه انها تمنع مظاهره، صحيح حريه المظاهره دي مفروض. فهو كان الحكومه والبوليس والناس وفالق دماء المحاربين طلب ان هم يعملوا مظاهره في يوم ثاني، في ده اليوم هم مستنيين يعملوها اليوم. واعتقد في رايي ده هيقلل من التعاطف مع المواطن البريطاني مع الفلسطينيين بالنسبه له. ده الحاجه الوحيده، لانما غير كده مساله التعاطف مع الفلسطينيين بشكل عام ماشيه. وعلى فكره مش كل الناس بتقول يعني مثلا دول وحشين ودول كويسين، لا هم بيحاولوا يطالبوا بوقف اطلاق النار، بيحاولوا يطالبوا بمساعدة انسانيه، لكن الغالبيه العظمى من نواب البرلمان والناس كلها عايز حل الدولتين وعايز هدنه. ايوه هو ده المهم. بس انا عايزه اقول لك حاجه، وحضرتك صحفي مخضرم، يعني انا لو انا يعني احنا عارفين كمان ان حزب العمال كان فيه مشاكل كتير، في مشاكل كتير في عدد من الاحزاب يعني غير مرتاحه للقرارات وايضا المساعده الانجليزيه لاسرائيل. ولكن احنا شايفين والشارع والصوره بتقول، يعني الاسبوع اللي فات، مظاهره الاسبوع اللي فات كان يوم السبت اللي فات اعتقد، لندن بريدج كانت حاجه على مدد الشوف، يعني حتى احنا في مصر قلنا هي تشبه 30/6 لما كانت موجودة في مصر. فهذا العدد لم يكن موجودا من قبل أبدا في الشارع البريطاني، يعني هذا العدد لا يلفت النظر من الحكومة البريطانية بأن هناك أصوات موجودة في الشارع البريطاني تخالف ما تقره الحكومة البريطانية. ما هي حاولت حاجة يا شفتي، بس يا أسير مشكلة إيه، مشكلتين. مشكلة القانونية المعقدة في القانون الدولي اللي هي إن مين حيلتزم بوقف اطلاق النار، مين في دوله بريطانيا لها علاقه معاها، وحماس انت عارفه هنا ممنوعه كمنظمه ارهابيه وكذا بالقانون البريطاني في بلاد كثيره، فمين حيلتزم بوقف اطلاق النار؟ ما فيش اتصالات مع حماس لده. بالنسبه للمساعدات، على فكره كم المساعدات اللي واصل عن طريق مصر بس ده اللي بيوزعه الامم المتحده. دي مساعدات بريطانيه، أكبر بلد حتى الآن بعت مساعدات بطيران جسر جوي مستمر هي بريطانيا في هذا الموضوع. بالنسبة للمظاهرات في الشارع، أنت فاكرة حضرتك لما كنت هنا لما كانت المظاهرات ضد حرب العراق مع توني بلير، وكانت أكبر من كده، طلع آخر مظاهرة كانت حوالي 4 مليون، ورغم كده توني بلير دخل الحرب والشعب أعاد انتخابه مرة أخرى. يعني المظاهرات دي بتبقى بشكل اخلاقي، بشكل معنوي، لان الشخصيه البريطانيه في التفكير العام لها هي مع العداله ومع واين هي العداله؟ يعني اين هي العداله يا استاذ عادل؟ يعني حضرتك بتقول ان هي مع العداله، اذا كان الشارع بيصرخ يعني من اجل العداله ولا احد يسمع، يعني سمعنا عن استقالات في حزب العمال، سمعنا عن زملاء في محطات بريطانيه بيتم الاستغناء عنهم لمجرد ان هم يعني متعاطفين مع الشعب الفلسطيني، يعني سمعنا عن قمع للحريات وقمع للاراء الصحفيه، وانت عارف انه اذا كنا بنقول في بريطانيا الحريه والصوت الحر، ولكن داخل المؤسسات الصحفيه وداخل المؤسسات التي يعني مؤسسات كبيره في الاعلام بيتم قمع الصحفيين وقمع المذيعين والاستغناء عنهم لمجرد انهم في الجانب الفلسطيني. مش الفلسطيني بس، لا ما نقولش، يعني انت مثلا لو قلتي ان التغير المناخي ده ما هوش 100% من صنع الانسان تتمنعي برضه. طب نحمد الله، يعني ان احنا عايشين في بلد تحكم بالعداله يعني. لا انا عايز اقول ايه؟ عايز اقول احساس المواطن البريطاني بما يراه ظلم على الناس او التعاطف مع الشخصيه الضعيفه
او الناس المظلومين، او انا قصدي هذه هنا العداله الاخلاقيه، تمام، مش العداله بمفهومها القانوني. اكيد اكيد، فدي مظاهرات كبيره، لكن في النهايه تيجي فوق الانتخابات او تيجي القرار اللي هو ممكن بقى ياثر على الحكومه، لا التصويت الانتخابي، طبعا بتلاقي الناس تصوت على مصالحها الاقتصادية، على التعليم. أيوة، يعني في النهاية للأسف تموت الإنسانية وتبقى المصالح عالية. أشكرك شكرا جزيلا من لندن الكاتب الصحفي عادل درويش.